بالي كتير قاطع عليكم في الفيديوهات، بس والله يا جماعه الموضوع مش بايدي، كنت بحضر لكم حاجه جامده جدا، والحاجه دي ان هطلع لايف مع شركه كودا شوب يوم الجمعه على صفحتهم على الفيسبوك. ومش عايز اقول لك بقى اللايف ده هيكون فيه مسابقات قد ايه وبطولات وجواهر هتتوزع عليكم قد ايه. المهم ان بقى لنا اسبوع مختفيين، اكيد التفاعل هيقع، فحطوا لايك وسبسكرايب عشان نرجع التفاعل. وفيديو النهارده قررت اشتري هديه لواحد صاحبي، والهديه دي هتكون حساب نادر. استنى بس، احنا بنتكلم كتير ليه؟ ما تيجي نشوف. طب يا جدعان ادينا رجعنا للاكونت اللي هنديه هديه لقائد الكلان، واللي انتم ما تعرفوش ان هو يعتبر حساب عشوائي، ويعتبر برضو اني اشتريت حساب عشوائي، لان كل اللي عملته ان اديت فلوس لواحد صاحبي وقلت له اشتري الحساب على ذوقك عشان اديه هديه لقائد الكلان. والله وبحلف والله ان دي اول مره اخش على الاكونت واول مره اشوف اي حاجه فيه، فانا هتفاجئ زيكم. وكمان عايزين نعرف صاحبي نصب عليا ولا لا، عايزكم تتوقعوا في الكومنتات انا دفعت كام فلوس في الاكونت ده وصاحبي اشترى بكام. انا بصوا انا معرفش هو اشترى بكام، ممكن يكون نصب عليا للعلم، يعني ممكن يكون نصب عليا. فاحنا خلينا نشوف الحساب واقول لكم في اخر الفيديو انا دفعت كام، وانتوا تقولوا لي فعلا يستاهل ولا لا وتقيموا الحساب. خلينا نخش على اول حاجه وهي البروفايل، وهو ليفل 72 باين من بره كده، ليفل 72 و 12921 لايك، ودي حاجه رائعه جدا. ونخش على الحق ده ثانية بس، ثانية عشان ما يجيليش سكتة قلبية بس. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده ابيض الشريط كله ابيض، مفيش واحدة صفراء او في واحدة بس، واحدة بس والباقي كله ابيض. ايه ده يا جدعان؟ ده ما اتفقناش على كده، والله العظيم ما اتفقنا على كده. هصوت بصوا انا من اولها كده هعيط واصوت. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا ممكن اقول لكم اسمه، هو يوتيوبر على فكرة، هو يوتيوبر، ممكن اقول لكم اسمه اللي جاب لي الاكونت ده، هتروحوا هناك فهمت تبهدلوه. توقعوا برضه في الكومنتات هو مين اليوتيوبر ده، بس ما علينا عشان ما نفضحوش. ايه ده؟ ايه الشريط الابيض ده؟ انا عايز افهم ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. خلينا نخش على الشخصيات ونشوفوا ايه الروقان. اول حاجه سكايلر ليفل 6 ومحمد رمضان 6، وحلو قوي حلو قوي، الشخصيات حلوه مع الشجره، بس اهم حاجه او الشجره ليفل 6 كده كده هو مكس الحاجات دي كلها، والحاجات اللي تحت دي احنا مش محتاجينها اصلا، فدي حاجه رايقه جدا. ايه ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه اللبس ده؟ رجع لي سكايلر يا ابني، رجع لي سكايلر، رجع لي سكايلر. الله يسترك الله يسترك. ايوه كده سكايلر، اضحك كده اضحك كده. ايوه ايه ده؟ لا حلوه 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 الرقصه دي، جامده الرقصه دي، رايقه رايقه يا جدعان. دخلني كده بقى على الخزنه عشان نتصدم ونشوف ايه الروقان ونشوف الحاجات اللي في الاكونت. اول حاجه كده وهي بشره جامده جدا، الدينو ده جامد جدا يا جدعان، جامد جدا، متهيألي هو معاه من زمان اصلا، فدي حاجه رايقه جدا، يعني الاكونت شكله حلو قوي. والدبدوب اول حاجه معانا وهي الكوبرا، شكله يا جدعان الاكونت رايق. وبعد كده الدايموند رويال، دي كانت في الدايموند رويال. تمام، انا بصوا يا جدعان يعني على كلام صاحبي ان في حاجات نادره وفي حاجات قديمه في الاكونت، فخلينا نجري. ايه ده؟ ده ايه ده؟ كراسنا؟ لا ده الدايموند يا جدعان، ده الدايموند، لكن ده بصراحه انا مش عارف ده ايه عشان ما هبتش، شكله فاير باس. تمام، وده تمام، ونزل لي تحت كده، دي حضنه صح؟ لا دي مش حضنه دي. قلت لكم يا جدعان، قلت لكم انا ههبد وانتوا تصلحوا لي، عادي اخواتي وصلحوا لي، اخواتي وصلحوا لي. ويا جدعان على فكره الناس اللي ما تعرفش سكوره الغلابه عامل ازاي في استعراض الاكونتات، الناس اللي ما تعرفش والناس اللي مش قديمه معايا، انا بستنى الفيديو ده عشان اقعد اتكلم معاكم كده براحتي، مفيش حاجه يا باشا بص توقفني، اقعد اكلمكم كده مني ليكم وفاهم، ولا نركز في لعب بقى ولا نركز في مونتاج، احنا نركز مع بعض، اقعد احكي لكم، اقعد اديكم نصايح. بصوا انا بحب فيديوهات الاستعراض دي قوي عشان كده. وعلى فكره لو صوتي متغير فانا بص ما نمتش من امبارح، ميت النهارده، انا ما نمتش من امبارح عشان اصور الفيديو ده وعشان انزله لكم. ايه ده؟ استنى بس بي تي اس كافر، بتس انت جايب لي بتس في الحساب، انت جايب لي بتس في الحساب، عايز تفطرنا شيله من قدامي حي. ايوه عايز لبس كامل، شيل البتاع، شيل الزفت ده من قدامي. ايوه الحمد لله ماشي.
ماشي هات كده بقى اللبس ده ايه نكمله كده نجري بقى نجري عشان بصراحه عايز اخش على الحاجات النادره والحاجات الرائعه دي حضنه صح دي كانت حضنه جاي بقى اللي حضنه معفن ايه الحساب اللي انت مدوني ده اصوت طيب ولا عيط ولا بصوا يا جدعان انا الفيديو ده لو انا لقيت الاكونت وحش وانتوا اكتبوا لي في الكومنتات لو الاكونت ده وحش انا هعمل مصيبه في اللي جاب لي الحساب ده وهتبقى الفيديو الجاي او اللي بعده بص انا بهددك قدام الناس احسبها زي ما تحسبها بقى انا بهددك قدام الناس ويا رب تتفرج على الفيديو يا رب ما تتفرجش على الفيديو عشان يبقى ايه مقلب كده يخش جوه عينك كده يطلع من راسك دخلني اوعى كده بس البي تي اس ده عني ماشي الحضنه ماشي انزل لي كده تحت يا باشا انزل تحت ايه ده بابا نويل يا ما نفسي يبقى عندي بابا نويل كده وريني كده يا باشا اللبس كله يا ما نفسي يبقى عندي بابا نويل واحلم واقول له يا بابا نويل حقق لي عايز 1,000,000 مشترك البس عايز 200 مليون خد 200 مليون انا عاوز كمبيوتر خد ابو كرتونه عايز 30 مليون مشترك خد 30 مليون عارفين انتوا يا جدعان اعلانك ابو كرتونه عارفين اعلان ابو كرتونه عايز ماوس وبلاي ستيشن خد ماوس ليزر مش عارف ايه اللي عارف اعلان ابو كرتونه يا جدعان اكتب لي في الكومنتات انا ممكن اطلعه قدامكم في المونتاج اصلا عارفين انتوا يا جدعان الواحد فعلا نفسه قوي يكون عنده كده فاهم ابوين سحريين فاكرين انتوا الابوين السحريين اللي هم بتوع زمان دول اللي احنا كنا بنتفرج عليهم الكرتون اللي هو كوزمو واندا او حاجه زي كده الواحد عايز اتنين من دول الواحد عايز اتنين من دول يا باشا يقعد ملك كده يقعد فاهم يطلب حاجات وتتحقق له بس مين نفسه يا جدعان اكتبوا لي في الكومنتات مين نفسه في حاجه زي كده خلينا نركز بس في الاكونت شويه مع الحاجات دي كلها رايق دي ده اللي هو اسمه ده كان متجر اللي هو التخفيضات والكلام ده وريني كده يا باشا اللي بعد كده ده الدايموند ماشي انزل لي يا باشا انا بصوا محتاج اسرع عشان عايز رواق ايه ده حلو اللبس ده يا جدعان حلو اللبس ده قوي انا بصوا يا جدعان عايز اسرع زي ما قلت لكم عشان عايز اشوف الحاجات النادره بصراحه ايه ده وريني البتاع ده كده البتاع ده رايق يا جدعان البتاع ده رايق والله شكله حلو جدا ورايق جدا سرع لي بس كده يا زميلي سرع لي يا باشا عشان نظبط الكلام وبصوا يا جدعان بصوا بما ان انا دخلت في موضوع الابوين السحريين ومش ابوين السحريين من غير ابوين سحريين ومن غير اي حاجه انت صلي ودعي والله العظيم صلي ودعي واعمل اللي عليك عملت اللي عليك هتلاقي يا باشا وهتظبط كلامك يعني بص حتى ما تيأسش خد انا مثال شغال بص انا شغال يوتيوب ده ايه شغال اقع وانزل اطلع وانزل فاهم انت انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي يعني شغال التفاعل يطلع ينزل مش فاهم ايه اللي بيحصل عندنا ايه ضرب حشيش اليوتيوب ضرب حشيش عندي ايه ده لا 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 اقفل غيرني او يا شنبو حلو شنبو ده ليا واحد صاحبي مسمينه شنبو اصلا نفس الشنب ده خلق الناطق بنفس الشنبو ده احنا في ممثل عندنا اصلا في مصر بالشنب ده ماشي ما علينا دخلني كده باشا على اللي بعده على اللي بعده انا بتاسف لكم بس يا جدعان لو انا فعلا صوتي متغير او لو انا كفام مدروخ كده عشان انا حرفيا يا جدعان بكلمكم كده وانا بنام على نفسي عيني بتغمض كده فاهم انت انا لو بس ايه سكتت كده ثانيتين ممكن انام على نفسي فاعذروني الموضوع ده عندنا مش حلو اللبس ده يا جدعان ده بتاع ايه ده عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات برضو ده لبس ايه ماشي حلوه النضاره دي وايه ده سكوره غلابه ده يا جدعان ده سكوره غلابه والله شبه السكوره شويه اللي لبسوا لي كده كامل ماشي وشعر وبتاع لا يعني ماشي حلو وايه ده رجل فضاء ده ولا ايه رجل فضاء ده ولا ايه ورينا باش ده يا جدعان الحاجات دي انا والله ما اعرف ايه الحاجات دي وده الارنب حلو قوي الكلام ده بيجي بالماجيك كيوب متهيألي او حاجه زي كده بس هو متهيألي جايبه من زمان برضو عشان اللي هو يعني قايله لي واللي باين من البانر متهيألي ان البانر ده بتاع حاجه قديمه ان الاكونت ده قديم جدا يعني متهيألي مش عارف انا بصراحه مش عارف ايه ده حلو قوي معاه الشيطان حلو جدا ومعاه الارنب بتاع وايت حلو جدا الكلام ده انزل لي باش تحت كده ايه ده ومعاه شنب يا ما نفسي يطلع لي دقن يعني انت تعرفوا ان نفسي اطلع لي دقن مش عايز تطلع لي لو شفتوا صوري على الانستجرام هتعرفوا معاناتي اقسم بالله هتعرفوا معاناتي مع الدقن والله مش عايز تطلع مش عايزه ما بتجيش سكه خالص ما بتجيش سكه انزل باش تحت كده انزل لي عارفين البتاع ده يا جدعان البتاع ده كان الساكوره بيخاف منه انتوا متخيلين الساكوره كان بيخاف من من القناع ده الجمجمه ده والله العظيم يا جدعان انا الساكوره على فكره معايا اكونت ساكوره فانا لما كنت بنزل كنت بترعب من البتاع ده كان اندر من الساكوره اصلا بس ربنا يسامحها اللعبه نزلك كل حاجه تاني
انا عايز اجري حلوه النضاره دي والله حلوه قوي. مش عايز اجري كده بس عشان ايه، عايز اخش بصراحه على حاجات النادره وفي حاجات كتير بصراحه. الارنب مش شفناه قبل كده، انزل مش تحت كده، انزل لي اللبس اللي انا لابسه في دماغي ده يا جدعان، القناع اللي انا لابسه ده بتاع يوتيوبر كده، فعايزكم تكتبوا في الكومنتات برضو عشان ايه احمسكم معايا كده، وخليكم تشاركوا في الفيديو كده وتكتبوا وتروقوا وتظبطوا. انزل لي مش تحت كده، انا بص انا عايز اسرع، وانتوا شوفوا الاستعراض على مهلكوا، عايزكم ايه تركزوا في كل حاجه واحده واحده. فزي ما قلت لكم يا جدعان، بس ايه عايز بس ايه ما اطلعش من الموضوع ده. بصوا انا اكتر واحد اضيع مواضيع، اقعد اطلع من الموضوع اخش في الموضوع، اطلع من الموضوع اخش في الموضوع، اطلع فاهم، انا مش نافع انا في الموضوع ده. ايه ده استنى بس، الفار الثامن يا جدعان، الفار الثامن متهيألي هي دي اللي هو بيقول عليها حاجه نادره وحاجه جامده جدا بصراحه، يعني فار ثامن حلو جدا، حلو جدا الكلام ده. بدا يفرحني، بدا يقول ان فلوسي حلال ومش هفطر عليك يا ابني، انا مش هفطر عليك. فار ثامن حلو قوي، بتيس 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 بتيس، شيلها من قدام، شيلها من قدام. ليه جبت لي بتيس يا ابني في الاكونت يا ابني؟ ليه جبت لي بتيس يا ابني في الاكونت يا ابني؟ مش قلت لكم يا جدعان انا بقعد اضيع في المواضيع، بطلع من موضوع ادخل في موضوع اطلع في موضوع فاهم، ما تفهمليش حاجه. احنا كنا في اول حاجه بس ايه بتكلم عليها، وهي الجمجمه، ان الجمجمه يا باشا كان السكوره بيخاف منها اصلا، انت متخيل الكلام ده؟ بس اللعبه الله يسامحها رجعت الجمجمه تاني، يعني الله يسامحها. ايه ده معشر اللي هو التيشيرت بتاع فار بس الاول، اللي بصوا التيشيرت ده عايش ايه؟ انا من اول ما رجعت اللعبه وانا ما بلبسش غيره حرفيا، ده كنت لما بتطلع هيرو بتجيبه. ماشي بتقس، استغفر الله العظيم، امشي بعيد عنه، امشي بعيد عنه، انا عايز انزل تحت كده يا جدعان، عايز انزل تحت كده ايه اسرع. احنا شفنا حاجه نادره، يا ترى في حاجه كمان نادره ولا لا؟ ده بتاع بابا نويل، ابعد عني بابا نويل والكلام ده يا ابني، ابعد عني الكلام ده يا ابني، انا ممكن اموت فيها يا ابني، انا والله العظيم ممكن اموت فيها. انزل لي تحت كده، ماشي ماشي، كل الحاجات دي متهيألي عاديه، مفيش غير الفار الثامن بس. لا لا حرام 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 يا جدعان، دفعت كتير يا جدعان، انا دفعت كتير في الاكونت ده والله العظيم، دفعت كتير، ازاي مفيهوش غير فار الثامن؟ يعني انا مش فاهم مفيهوش غير فار الثامن ازاي. انزل لي مش تحت كده، انزل لي، انا عايز انزل بس كده اسرع 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 عشان ايه نخشوا على الاسلحه، وانا متحمس للاسلحه. اكيد هو مش معوضني في اللبس، فهيعوضني في الاسلحه وهنشوف حاجات ماكس ان شاء الله، يعني ان شاء الله يا رب. حلو الشورت ده على فكره، بحبه جدا، انا يعني عايز برضو نظبط لبس على مزاجنا كده، بس انزل لي تحت كده ايه نشوفوا الروان والكوتشات، مش مهم الكوتشات يا جدعان، خلينا نخشوا بعد كده على المجموعه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ابني، انت عايز مني ايه يا ابني؟ انت عايز مني ايه يا ابني؟ بتجيب لي الحاجات دي قدامي ليه يا ابني؟ بتجيب لي الحاجات دي قدامي ليه؟ على فكره الشنطه دي كانت نادره قبل ما تنزل، برضو قبل ما تنزل فري فار بتضيع يا جدعان، فري فار بتضيع مني يا جدعان، انا مش عارف فري فار عايزه مننا ايه والله العظيم، انا مش عارف فري فار عايزه مننا ايه، بتضيع الحسابات يا جدعان. انتوا عارفين ان الحاجات القديمه لما بترجع اي حساب انت صرفت عليه كله حقه بيطير وكله بيرخص، انتوا متخيلين الموضوع ده ولا مش متخيلين؟ كل الناس كانت بتقول لي اعمل حمله مقاطع شحن وحمله مش عارف ايه، ما غبي فري فار لو كانت نزلت الحاجات دي تاني او نزلت الحاجات دي تاني كل الاكونتات دي هتضيع، كل الاكونتات دي فلوسها هتضيع وهتبقى فلوسها حرام حرفيا. دخلنا الرصاد كده عشان متحمس اشوف الرصاد، معاه رصاد الكوبري حلو قوي، ومعاه القلب اللي انا بديه لكم يا قلوبي يا حبايبي يا كبدي، يعني بلاش محن بلاش محن، ومعاه دي ومعاه الرقصه الجامده دي، ماشي ومعاه دي ومعاه معاه حاجات رايقه بصراحه بصراحه، الرقصات رايقه، ومعاه بتاعت الفلوس، فلوس غنى عمرنا ما شفنا فلوس، يعني احنا غلابه يا جدعان، احنا غلابه، انا اسمي سكوره غلابه اصلا، ومعاه بتاعت المنافله دي يقعد يشد كده يشد يشد وقت كده، ومعاه الضغط حلو قوي، الرقصات حلوه، ومعاه الندم حلو برده الكلام ده. وانزل لي كده مش تحت، انزل لي تحت، انزل لي انزل لي، ومعاه بصوا يا جدعان الرقصات مش بطاله، بس برده انا دافع فيه فلوس كتير، يعني مش ده اللي كنت مستنيه بصراحه، مش ده اللي كنت مستنيه، كنت مستني بقى ايه ضغط اللي هي الثانيه مش الضغط دي، والحاجات النادره دي يا جدعان، الحاجات الرايقه دي بتاعت الناس القديمه دي. تخيلوا يا جدعان دافع كام في الاكونت ده، تخيلوا كده وريني كده. لا رايق رايق مع البتاعتين دول، حلوه قوي حلوه قوي، ومركبات الحاجات دي مش مهمه قوي، والموسيقى الحاجات دي مش مهمه. فدخلني بعد كده على الاسلحه والحاجات المهمه اللي بجد.
بصوا يا جدعان انا غيرت لبسي واخترت اللبس القمر ده، ايه رايكم؟ عايز اشوف رايكم في الكومنتات، لبس قمر ولا مش قمر؟ دخلني بقى ايه بقى يا باشا على الاسلحه والروقان والكلام الرايق. بصوا انا هغمض عيني وانتوا ايه اكتبوا في الكومنتات الاسلحه حلوه ولا لا. انا هخش على طول الاسلحه اللي بتتطور ونشوف ايه الاسلحه اللي بتتطور اللي معايا. هغمض عيني بجد والله العظيم هغمض عيني بجد، وبعدها هفتحها بعد 3 ثواني كده. فبصوا انتوا هتعرفوا اللي هيحصل قبلي. انا غمضت ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه 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 اسلحه جامده والله العظيم مغمضه يا جدعان. اسلحه جامده ولا مش جامده؟ كله ماكس؟ انا سامعك سامعك. ايوه انت بتقول كله ماكس؟ كله مش ماكس؟ كله مش ماكس ازاي؟ لا لا ايوه انت بتقول كله ماكس، سامعك انت بتقول كله ماكس. يبقى نعد 1 2 3 ونفتح مع بعض. 1 2 3 بوم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معهوش غير ايكي؟ ازاي يا جدعان؟ اما انت معودني في ايه؟ انت خدت فلوس في ايه؟ قولوا اكتبوا جدعان في الكومنتات شكرا جدعان اتنصب علي. اتنصب عليا انا اتنصب عليا بجد. استنى كده طب هات لي الاسلحه كده، هات لي الاسلحه هات لي الاسلحه تشوف طب الاسلحه جايه. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. طب استنى نشوف القبضات. معاك قبضه واحده يا نهار اسود وسلاح مشجره. طب استنى كده وريني اللي هو اللي بتتجاب منين. انا مش اتلخبطت اللي هو القنابل والكلام ده. ايوه وريني 14 تلج مع التلج ده يا جدعان القديم. انتوا متخيلين الاكونت ده قديم ازاي؟ بس ما كانش بيتشحن فيه. حرام يا جدعان حرام والله. ساكورا غلابه اتنصب عليه يا جدعان. انا بقولها لكم اهو ساكورا غلابه اتنصب عليه. انتوا عارفين يا جدعان انا دافع كام في الاكونت ده؟ انا دافع 200 دولار. انتوا متخيلين انا اتنصب عليا حرفيا. انتوا اكتبوا لي في الكومنتات الاكونت ده هيكلف له كام، واستنوني في فيديو بكره ان شاء الله. وما تنسوش تروحوا على مسابقه كودا شوب على صفحه الفيس وتستنوا اللايف بتاعي معاهم. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. ولو انت وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اخر دقيقه. والسلام عليكم وبركاته. سلام. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard.